السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدي الأفاضل، هذا أنا معكم طارق محمد من برنامجكم طارق شو. وسبب خروجي من السعودية خروج نهائي، هذه الحلقة الثانية. أتمنى إذا كنت ما تابعت الحلقة الماضية تروح تتفرجها بعد ما تكمل هذا الفيديو طبعا، واحرص أنك تكون مشترك في القناة حتى تواصل معنا في الجزء الثالث اللي راح ينزل بإذن الواحد الأحد يوم الثلاثاء القادم. فلا تنسى تفعيل زر التنبيهات حتى تجيك إشعارات القناة، وخلونا نبدأ. رجعت لكم من جديد. طبعا وقفنا في الحلقة الماضية لما دخلت إيواء الشميسي. أنت تتخيل نفسك مسجون، تخيل السجن، تخيل هذه كلها وانت داخل على السجن بتهمة إيش؟ لا هي بتهمة جنائية، لا هي بتهمة يعني تزوير لا سمح الله، لا هي بتهمة تهريب لا سمح الله، أو جريمة أو بقعة سوداء أنت ارتكبتها. أبدا، أنت داخل السجن عشان مخالف إجراءات الإقامة، بس هذا هو الموضوع. طبعا اتبين في الحلقة الماضية أنه إقامة أسرتنا بالأحرى، أنا كنت على كفالة الوالد، أي تابع للوالد، والوالد كان تابع لشركة ما، والشركة هذه هي اللي كانت تجهز شخص معقب، يعني إجراءات القانونية تبع العمالة تبع هذه الشركة، كان هذا المعقب هو اللي يخلص إجراءات الوالد بما فيه إجراءات إحنا كرعاية يعني كنا أطفال. وبالطريقة هذه كانت تجدد إقاماتنا السنوات الماضية وحتى سنين الدراسة إلى آخر سنة درست فيها كانت سنة 2008، وتوقفت عن التعليم هناك بسبب الإجراءات القانونية وعدم سريان رخصة الإقامة الخاصة بالوالد، وبالتالي إقامتي أنا شخصيا. هذه المرحلة حكيناها وكانت في فيديونا الماضي. لما دخلت الشميسي في أواخر 2015 بدأت قصة أخرى من تاريخي. تخيل نفسك موجود في مكان مسجون فيه، لكن شعوري أنا تحديدا كان إني أصلا خارج من سجن كبير. السعودية بالنسبة لي كان سجن كبير، حكم علينا فيه مؤبد، يعني اللي حكم فيه مؤبد واللي حكم فيه مؤبد ونص واللي حكم فيه نص مؤبد. أنا واحد من الناس اللي عمري اللي عشته في السعودية ما فاتت الكم 20 سنة، يعني عمليا حكم عليه نصف مؤبد، 15 سنة ماكسيموم 16 سنة. فأنت تخيل نفسك في المرحلة هذه وخلاص على وشك إطلاق سراحك. هذا بالضبط كان شعوري وأنا موجود في إيواء الشميسي، أنا على وشك إطلاق سراحي. كيف يكون الشخص لما يكون محكوم عليه مؤبد في أي سجن في العالم في أي مكان وخلاص باقي له آخر 6 أسابيع ويطلق سراحه؟ كان إحساس حلو جدا، يعني بيني وبينكم كان فيه حزن شوية لأنك حتغادر الناس اللي تعرفت عليهم في هذا السجن الكبير، حتغادر معارفك، حتغادر أسرتك وعيلتك وأخوانك وأخواتك وناس كثير. فالمشاعر هي متداخلة ومختلطة في نفس الوقت. لكن للأمانة زي ما ذكرت لكم في آخر سنتين أو سنة وشوية من حياتي في السعودية كنت أنا خلاص وصلت لمرحلة من الخنقة، هاطل عن العمل، مش عارف أتحرك براحتي في البلد، مش عارف حتى أسافر من منطقة لمنطقة. تروح تسوي عمرة في مكة تفكر فيه ألف مرة، وتدخل من الشميسي تدخل تهريب. قيس على وضعي هذا وضع يعني شباب كثير في الجالية التشهدية، وضع أسر كثير كانوا بالطريقة هذه. لكن أنا النموذج اللي قدامك هذا عشته بالطريقة هذه، وقصة خروجي من السعودية كانت قصة درامية ولكنها في نفس الوقت متعودين عليها في الجالية التشهدية في تلك الأيام، لكون الحكومة السعودية منعت عننا الإجراءات القانونية سنوات وسنوات، تفتح فترات كذا تصحيح أوضاع ويلا ألحق 3 شهور، ألحق صح أوراق، ألحق جدد إقامتك، ألحق ويوقف. بعد كم فترة يقول يفتحوا لك 6 شهور نفس الشيء، يلا أجري ما تجري، أجري ما تجري، راحت عليك. وهكذا فاللي راحت عليهم زي حالاتي إلين وصلوا المرحلة اترحلوا فيها دخلت إيواء الشميسي. كان في شخص في إيواء الشميسي قعد قرابة سنة، أنا انصدمت، يعني راح أقعد كمان سنة في المكان هذا؟ والله اسودت الدنيا في عيني للأمانة. لكن الحمد لله على كل حال ما مشيت سنة، هو كلها 6 أسابيع وترحلت. ليش السبب؟ الولد هذا كان موجود طبعا من شباب المدينة الله يذكره بالخير، دخل بسبة الإجراءات القانونية وإقامته كانت غير سالفة، مخالف اتفقنا كان مخالف، دخل إيواء الشميسي وللأسف إجراءاته أو ملفاته اللي في الإيواء ضاعت، ملفاته اللي في القنصلية التشهدية ضاعت. فهذا الشيء أدى بأنه يتم نسيانه في إيواء الشميسي قرابة السنة 8 أشهر. أنا انصدمت، الولد يعني تقريبا باقي لي شوية وتجي حالة نفسية، كان يصارخ بدون وعي منه يعني، أو كان يصارخ عشان يفك الكبت اللي جواته. تقعد، أنا أول أيامي الأولى دخلت أقعد أنا بيني وبين نفسي كذا، يعني لسه توني بتأقلم وكذا، أول أسبوع لي
إلا تسمع واحد يصارخ كاي كاي إيش فيه؟ مشيها مو مشكلة، بلكي يعني كأنه ونسة وقاعد يلعبوا كوتشينة ولا قاعد يلعبوا باخرة وقاعدين يصارخوا. لا ما في كده، بس تقعد لحاله كده بيه وهو رايح الحمام راجع تسمع كاي إيش المشكلة؟ ما كنت أعرف شو المشكلة الحقيقية، إلا إنه الولد هذا بده يفك السجين، بس يفك عن نفسه بالصراخ هذا، يطلق طاقته السلبية برا. بس هذا هو يعني، إذا كان ما يمارس هذا الأسلوب حيضرب سلك، كان حيصاب بحالة نفسية، كان حيصاب بإنهيار. يعني هو ما اخترف أي جريمة في كل الأحوال، يعني المفروض أنه خلاص طالما أنتوا مسكتوه بكونه مخالف إجراءات الإقامة والعمل في البلد يتم ترحيله في مدة أقصاها 14 يوم. إذا مرة ها شهر يا أخي، يقول زي حالات الشهر ونص ويلا أبعدوه لبلده وخليه يمشي يبدأ إجراءاته من جديد هناك. هذا اللي حصل معي أنا بالضبط لما ترحلت بعد شهر ونص. لكن حصل مؤلمة اللي كانت تحصل، إنه إحنا كجالية إشهادية منسيين للأمانة، منسيين في ذيك السنين تحديدا كنا جالية منسية بالكاد، الإجراءات القانونية تبع القنصلية تمشي، يعني يهملوك في الجوازات، يهملوك في السجون، يهملوك في الإبعاد، يهملوك في الإيواء، تحس إنك مهمل بحقه حقيقة. كنت أشوف الجاليات الثانية زي الجالية السودانية، الجالية الأثيوبية، الجالية اليمنية، الجالية المصرية، الجاليات اللي كانت عايشة في السعودية، جهاتهم الخدمية اللي هي السفارات قنصلياتهم كانت تشتغل باحترافية عالية جدا، يتابعوا وراء الناس، يتابعوا وراء المرضى، يتابعوا وراء كبار السن، يتابعوا وراء الإجراءات تعسرت، يحاولوا يسهلوا له إياها حتى توصل لمرحلة إنهم يقدموا معونات على شكل معونات مالية، على شكل معونات طعام وشراب وملبس، أشياء ثانية كثير. هذه كلها انفتحت عيني لما دخلت إيواء الشمس وقاعد أشوف. إيه نعم، أنا كنت في وسط جالية إفريقية بحتة، إحنا كنا جالية إشادية عددنا قليل، إحنا إشادين ترى والله قليل كجالية في السعودية، وقليلين حتى في الإيواء جوا. لما دخلت انصدمت بالعدد، الأثيوبيين ما شاء الله عددهم ضخم جدا، الأفارقة الآخرين النيجيريين، الأفارقة الآخرين الغرب أفريقيا الباماكو والجالية الجنسية الثانية، ما شاء الله مليانين في البلد بحقه حقيقة. اكتشفت فعلا إننا والله إحنا عددنا لا يذكر، حتى كشعب تشادي موجودين في التشاد عددنا قليل مقارنة بالمساحة الضخمة هذه لجمهورية تشاد. فعدد التشادين أصلاً كجالية في السعودية عددنا محدود، مو كثير يعني بالمقارنة مع الجاليات الأخرى اللي موجودة معانا. وحتى لما دخلت الإيواء اكتشفت أن عددنا كتشادين كنا 4 أشخاص، أنا خامسهم، الباقيين كلهم من نيجيريا، من النيجر، من مالي، ثانية من جنسيات أفريقية ثانية، ومليانين. والأثيوبيين في ذيك الفترة كانوا عددهم مرة كبير في البلد، فحتى هذا الشيء انعكس في الإيواء نفسه، يعني كان عددهم ضخم جدا في الإيواء وقتها. كان اليمنيين دخلوا وخرجوا وتم تصحيح أوضاعهم من ذاك الكم، لكن الأثيوبيين استحلوا المركز الأول كعدد مرحلين وبعدين بامتياز. استمرت في الإيواء طبيعي جدا، كنا ناكل كل خميس يجيبون لنا طبق السمك، السمك يجيك يوم الخميس، وبعد كده يوم بعد يوم، يوم لحم يوم دجاج، يوم لحم يوم دجاج، ومع الوجبة هذه يدوك عصير، ومع الوجبة هذه يأخوك مثلا فاكهة، تفاح مثلا أو موز، تفاح أو موز، أنت تختار، مرات هم من يعطوك إثنيناتهم. فالحمد لله بالنسبة للطعام والشراب في الإيواء وقتها، كان الإيواء تو يعني توهم افتتحوه، يعني تقريبا أنا دخلت الإيواء بعد ثالث سنة أو رابع سنة، والإيواء افتتح سنة كم أنا ماني متأكد، لكن كان الإيواء جديد أصلا. الشباب اللي دخلوا الإيواء بعدي يعني في السنوات القادمة، أنا جيت تشاد خلاص بعد سنة ونص من وجودي في الإيواء، الشباب اللي دخلوا إيواء شميسي بعدي قاعد يحكوا قصص مأساوية قاعد يحكوا قصص تانية من الزحمة والاكتظاظ والوسخ والصراصير يعني الحمد لله على كل حال ما صادفتنا الأشياء هذه كلها. الإيواء كان نظيف جدا، وكان يهتموا بنظافته، وكان يهتموا بكل حاجة، كان يهتموا حتى بالبزابيس حقت الموية الحارة والموية الفاترة العادية، كانت الأشياء هذه كلها متوفرة والحمد لله. الواحد روش 2-3-4 مرات في اليوم عادي جدا، تدخل تهرب جوا أي شيء تقدر. كنا ندخل أسبوعيا، يعني الشباب عندنا زي جلسة يوم الخميس، كان عشان يوم الخميس بشكل ثابت خلينا برنامج تقط مع الشباب انك تدفع معاهم مبلغك المستحق حتى تحضر معاهم العشاء. وجبتنا المفضله يوم الخميس كان وجبه البيك، كل مين يجي له وجبه البيك، دجاج البيك، هي الدجاج هذا يعني ما حد ينساه، اي واحد عاش في السعوديه حتى لو مر مرور الكلام بالطياره من فوق تصادف مره واحد من المسافرين رايح وجاي في السعوديه حاطط معاه البيك فوق في سقف المحل الشنط،
مودي معاه بلده عشان أهله يذوقوا دجاج البيك. ما شاء الله من أفضل المطاعم عندنا في جدة، ولأنه مطعم يعني حق الطبقات الوسطى، ولا هي مطعم حق الطبقات الفخمة ولا أي حاجة، لكن بفضل الله هذا المطعم لاقى انتشار واسع في جدة. كان كل خميس عندنا في العشاء إحنا بنفسنا نطلب طلبية، حراس الأمن ما مقصر مع الشباب عندنا من أهل مكة، خلاص هو برضو من مكة خلاص يضبطوا بعضهم وكذا، يجيبوا لنا وجبة البيك ندعس. كل خميس على هذا الحال. أنا عشت هناك تقريباً 6 خميسات أو 5 خميسات، ما بعرف، أنا اتمسكت يوم الأربعاء، يعني عشت 6 خميسات بالتمام والكمال، لكن الخميس الأول كنت جديد، تاني يوم لي هناك ما بعرف، الخميس اللي بعده بديت أسوي علاقات مع الشباب وكذا، بدينا خلاص نندمج مع بعض. خلاص احنا هناك في السعوديه، سجوننا في السعوديه عامه ما هي السجون الشرسه الخطيره اللي لازم تكون مسلح وتلعب حديد ومدري مين، ما في الكلام هذا، لا في سجون الجرائم ولا في سجون القضايا الصعبه ولا اي حاجه، هذه في سجون الغرب هناك، سجون الامريكان، سجون الخواجات، سجون الاسيويين جنوب امريكا، السجون هذيك تضطر تلعب حديد، تضطر تشتشت جسمك صح. هذه عندنا في السعودية كلام زي كده. والإيواء نفس الشيء، يعني الإيواء أعتبره محل معبر مو أكثر ولا أقل. فزي ما ذكرت لكم كان الإيواء بالنسبة لي آخر لحظاتي قبل أن يطلق سراحي إلى العالم. يعني أنا كنت مسجون في سجن اسم السعودية، الإيواء هي المرحلة ما قبل الأخيرة. فكان بالنسبة لنا إيواء الشميسي أعتبره ممر أو معبر لأنك تغادر إلى العالم، إلى العالمية خلاص، إنك تخرج حتى لو أنت مرحل ماشي تشاهد ماشي أي بلد ثاني، معناته أنت حتروح للحرية خلاص ماشي، ولا حيكون في التعقيدات حق السعودية، ولا حيكون في الملاحقات القانونية هذه اللي إيش يسمونها الجوازات ومخالفة الجوازات والعمل والإقامة وأشياء كثيرة، ولا حيكون في كلام زي كده. تيجي توصل تشاهد وتبدأ قصة ثانية، إذا كنت شادي تروح توصل السودان وتبدأ صفحة جديدة من حياتك، تروح توصل إريتريا وتبدأ صفحة ثانية، وهكذا إثيوبيا، وهكذا مصر، وهكذا الجنسيات الأسيوية، الهنود، البنغلاديش، الأندونيسيين والغيرة، تروح توصل بلدك وتبدأ صفحة جديدة من حياتك كلها حرية. لازم تحرر عقلك من كل القيود اللي انت عشت فيه في السعودية تحديدا. أنا وصلت جمهورية تشاد، وهذه القصة اللي راح نبدأ نخوض فيها إن شاء الله حلقة يوم الثلاثاء القادم. لا تنسى تكون مشترك في القناة وفعل زر الجرس حتى تحضر معنا هذه الحلقة اللي حتكون ممتعة بإذن واحد الأحد. كان معكم طارق محمد من قناتكم قناة طارق محمد. لا تنسى تعمل لايك لهذا الفيديو وأكتب رأيك في التعليقات إذا كنت أنت سعودي، أو إذا كنت أنت واحد مواليد السعودية، أو إذا كنت أنت واحد راح السعودية ورجع، أكتب رأيك في التعليقات وخلونا نتناقش مع بعض في خانة التعليقات. هذا طارق محمد، والسلام عليكم.